60,000 يورو في السنه ولا 2 مليون يورو في السنه، اديله 3 طالما هم التبرع. في كتيب الجمعيه العموميه لنادي الزمالك في شكر من رئيس النادي للمستشار السعودي بيشكره على قيمه التبرع بتاع اللاعب، معرفش 5.2 مليون يورو اللي هو قيمه عقد اللاعب، او 4.5 مليون وقيمه عقد اللاعب. واخد يعني كده الفلوس خلصانه؟ كده خلصانه. انا جيت النادي اللاعب ما بيقبضش، طب فين يا جماعه التبرع؟ مفيش حاجه اسمها تبرع، مفيش تبرع موجود جوه النادي. كل الفلوس اللاعب عقده بالكامل واخدها من النادي، ومستحقاته بالكامل واخدها من النادي ومن خزنه النادي. طبعا دي ارهقت خزنه النادي، ما احنا كنا موجودين في الوقت ده عشان ندبر عقود لاعب زي ده. كان شيء مكلف، كان شيء مكلف، يعني كان شيء مكلف جدا. النادي الزمالك هو اللي تحمل قيمه عقده بالكامل، بالكامل، راتب هذا اللاعب بالكامل طلع